Senhor Presidente, caros presentes, gostaríamos de afirmar ao povo argelino que temos acompanhado... سيدي الرئيس الحضور الكريم، نود أن نجدد للجزائريين أننا رافقنا دور الجزائر تحت قيادة الرئيس في استتباب الأمن في منطقة شمال إفريقيا. الجزائر وموزمبيق عضوان غير دائمين في مجلس الأمن، وسنعمل سويا على احتماد مواقف مشتركة في الأمم المتحدة ومنتديات دولية أخرى للحفاظ على السلم والاستقرار والازدهار بالقارة الإفريقية. Com destaque para o continente africano.